عملنا تقرير كده عن رساله من مجموعه من اللاعبين، يعني رسائل مش تقرير، مش احنا اللي عاملين، رسائل بعتوها اللعيبه ليكم تتذاع على الهواء. خلينا نشوف الرسائل دي وارجع لحضراتكم تاني. كابتن لطيف ودكتور محمود، عاملين يا رجاله؟ وحشني جدا، يا رب تكونوا بخير. بقالي 4 ايام مش شفتكوش طبعا، وحشتوني، ومش مش متعودين على كده، متعودين يوم اجازه وتاني يوم بنشوف بعض. طبعا بعمل لكم الفيديو دوت، يعني انتوا عارفين قد ايه انتوا عزاز على قلب الواحد، واحنا اخوات وحبايب بره الملعب وجوه الملعب، وعشت عمر سنين طويله. ربنا يكرمكم، اتمنى لكم الخير، هتوحشوني جدا. رؤوف هتوحشني، انت عارف رؤوف خصم على طول. تيفا طبعا هتوحشنا، تيفا الجدال معاك وحل المشاكل معاك في اي حاجه، واخد الراي انت ورؤوف معاك في كل حاجه. ربنا يكرمكم، ربنا يوفقكم. يعني مش عارف والله، الفيديو صعب عليا جدا، انت عارفين معزتكم عند الواحد قد ايه. اتمنى لكم الخير من كل قلبي، وان شاء الله الخطوه الجايه ان شاء الله ربنا يكرمكم بيها ان شاء الله، ونشوفكم دايما على كل خير. هتوحشوني جدا يا رجاله. النهارده طالع اتكلم عن عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف. عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف يعني من الناس اللي افتقدها كتير جدا. الاثنين يعني من اطيب واجدع الشخصيات اللي انا اتعاملت معاهم في حياتي، وانضف الشخصيات، ده حقهم بصراحه. والواحد متضايق جدا اللي هم يعتزلوا كره الطائره، فكان نفسي يكملوا معانا، حتى لو يكملوا في اي نادي تاني. حتى انا اتكلمت مع عبد اللطيف ومحمود رؤوف اللي هم ما يعتزلوش، حتى لو هيلعبوا بره الاهلي يلعبوا في اي نادي تاني، اللي هم لسه عندهم فولي، بس هم كان ده قرارهم ان هم يعتزلوا. فبصراحه يعني كل لعيبه انا استفادهم كتير جدا، يعني سواء عبد اللطيف عثمان ولا محمود رؤوف. انا واحد من الناس كنت بروح اتكلم معاهم لما كنت في عندي مشكله، متضايق من حاجه، عبد اللطيف كان يقعد يتكلم معايا بعيد عن البولي اي حاجه. نفس الكلام برضو محمود رؤوف، يعني دول من انضف واطيب الشخصيات واجدع الشخصيات اللي انا اتعاملت معاهم في حياتي، وربنا يكرمهم في حياتهم الجايه ان شاء الله، سواء في شغلهم ولا هيتجهوا للتدريب. ان شاء الله ربنا يكرمهم واولادهم يكملوا مسيرتهم ان شاء الله، وربنا يوفقهم في حياتهم الجديده، وربنا معاهم. كيفا وقوفا طبعا من اهم 2 لعيبه جم في تاريخ النادي الاهلي ومنتخب مصر، من روح من الناحيه الفنيه والروح الرياضيه والاخلاقيه، وطبعا هم طبعا وقفوا جنبي كتير ونصحوني كتير. احب اقول لهم ربنا يوفقكم ان شاء الله في اللي جاي، وهتوحشونا جدا. عبد اللطيف عثمان، محمود رؤوف، لعيبه كبيره ياما ادوا للنادي الاهلي. انا شخصيا استمتعت باللعب معاهم، وهنفتقدهم جدا في الملعب وبره الملعب. بتمنى لهم التوفيق في حياتهم اللي جايه. طبعا بحب اشكر كابتن عبد اللطيف عثمان وكابتن محمود رؤوف على كل الفتره اللي فاتت دي، وربنا طبعا يكرمهم في حياتهم اللي جايه، وهتوحشونا جدا طبعا. وانت يا حاج طبعا انت غالي عندي قوي، وطبعا كابتن محمود رؤوف ربنا يكرمكم ان شاء الله في حياتكم الجايه يا رب ان شاء الله. هتوحشونا انتوا الاثنين طبعا، من الاساطير في النادي الاهلي، واي مكان لعبتوا فيه اتشرف بيكم، من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي طول عمرهم، وفي منتخب مصر ادونا بطولات كبيره وكتير، وان شاء الله بالتوفيق في خطواتكم الجايه باذن الله في اي مكان تروحوه، اي مكان يتشرف ان انتوا موجودين فيه، وتفضلوا دايما قدوه لينا ان شاء الله، نقدر ندي للنادي الاهلي والمنتخب نفس اللي انتوا عملتوه بالظبط باذن الله. طبعا كابتن عبد اللطيف وكابتن محمود رؤوف انا افتقدهم جدا، لان بعيدا عن الفولي انا مش هتكلم عليهم في الفولي، وبطولاتهم وتاريخهم بتتكلم عنهم، بس في اوضه اللبس بالذات هم اكتر 2 بيتكلموا، من اكتر الناس اللي عندها رؤيه في الفرقه، والناس كلها بتحب تسمع لهم في المواقف الصعبه او لو داخلين على بطوله مهمه، وانا على طول بكلمهم لما بتحط في موقف صعب وعايز وجهه نظرهم في حاجه، بالذات عبد اللطيف يعني اللي انا اليومين دول كل يوم بكلمه واساله في حاجه. بس يعني هتوحشوني جدا، وان شاء الله يعني ما عنديش اي شك ان انتوا في مجال اللي انتوا هتختاروه بعد الفول، ان شاء الله ربنا هيكرمكم وتحاول انجازات كتير، بس ان شاء الله يعني ربنا يوفقكم. حلوه الروح دي يا تيفا، حلوه يا رؤوف الروح دي.